السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك بلوك أو فيها أي تكست ما بتقدرش تعدلها، يعني الكلام كله بيتطبق وتضطر تكرر البلوك عشان تشتغل عليه. يعني خليني أحط تكست كده وجهز بعافية شوية. تكست بيقول لي الارتفاع كام، ماشي خلي الارتفاع هوت وابدا اكتب. تمام، بعد كده هرسم ريكتانجل ريكتانجل. تمام، وهعمل ده بلوكه. واسميها مثلا ايه، واقول له دي نقطة الصفر بتاعتي، وهقول له اوكي سيلكت اوبجكت اوكي. تمام، طيب دلوقتي لو انا خدت دي كده كوبي وحطيتها هنا هنا كررتها اكتر من مره، لو عدلت الكلمه دي هتتعدل هنا. فعشان اعدل في واحده ما تعدلش في الثانيه بلجأ لحاجه اسمها اتريبيوت. تمام، بيقول لي عايزها انفيزبل ولا لا، عايزها تبقى لوج بوزيشن ولا لا. طيب خلينا نحط هنا القيم، هقول له مثلا دي بي برومبت عشان يفكرني الديفولت كوماند الافتراضيه بي. اوكي، ده الاتريبيوت اهوت. ممكن نعمل اتريبيوت تاني سي سي سي. اوكي تمام، هحط الاثنين في ريكتانجل وبعد كده هقول له اعمل لي دول بلوك، ولازم اختارهم بالترتيب. تمام، خلينا سي دي اي دي، دي النوت بتاعتي، ده الاوبجكت. هقول له انا عايز اختار عناصر، لازم اختار البي الاول بعد كده السي لان هو هيرتبهم لي بنفس الترتيب دوت. اوكي تمام، البي والسي. ممكن اقول له ان البي مثلا بواحد والسي باتنين. اوكي بالشكل ده. لو انا خدتها كده كوبي من هنا لهنا لهنا وجيت اعدل القيم، اول ما ادوس عليه بيطلع لي يقول لي انت عايز الواحد دي بكام، بتلاتة، وعايز الاتنين دي بكام، عايزها مثلا بخمسة. مش هيتغير في كله، هيتغير في دي بس. تمام، واقدر اغير لون التكست زي ما انا عايز. تمام، يعني اقول له خلي دي مثلا بالاصفر كده وهكذا. تمام، طيب الفكرة بقى لو انا عندي 100 واحدة او 1000 واحدة اتريبيوت وعايز اغير اللون مرة واحدة، فده هياخد من وقت كتير قوي، لازم افتح واحدة واحدة واغير اللون. طب اعمل ايه في حاجة زي كده؟ بتستعين بباتمان، هو اسمه باتمان. باتمان. باتمان بقى بيعمل ايه؟ بيعدل في كله مرة واحدة. اروح اقول له مثلا انا ابدا اختار من هنا انا عايز اني بلوك. خلي بالك لان هو لما بتكتب باتمان مش بيفتح اي مش بيفتح اخر بلوك، لا بيفتح اي بلوك. فانت لازم تيجي من هنا وتختار البلوك او تقول له سيلكت بلوك وتختار البلوك اللي انت عايزها. بعد كده بقول له اديت، هقول له بقى انا عايز البي دي اغير اللون بتاعها واغير المحاذاه، يعني ممكن بدل ما هي ليفت مثلا اخليها سنتر. تمام، شوف اتحركت اهي. تمام، ده بيأثر في كلهم مره واحده. اللاير انا عايزها مثلا يلو، اتغيرت. طيب بفرض انها ما اتغيرتش، انا افترض معاك هي اتغيرت قدامك اهي. تمام، هاجي هنا اقول سنكرونايزيشن، يروح عامل ابديت لكله. تمام، طيب ابلاي اوكي. طيب بفرض انها ما اتغيرتش بروح كاتب اتريبيوت سينك. تمام، واقول له سيلكت، اروح مختار البلوكات اللي انا عايزها تعمل لها تعديل واقول له يس، يروح هو ايه عامل ابديت لكل البلوكات اللي موجوده. تمام، يبقى احنا النهارده خدنا اوامر كتيره، بس يعني خدنا ازاي نعمل البلوك، ازاي ناخد اتريبيوت، ازاي نعدل، نعمل الامر باتمان اللي هو بيروح مغير في كله مره واحده، وشفنا امر اتريبيوت سينك.